انت ايه اللي وقفك هنا؟ وصلنا وصلنا؟ احنا نسكور من هنا؟ مكان مرعب. دي مرعبة؟ دي اسمها السحر والجمال. انا لا شايفة سحر ولا شايفة جمال، ده رعب. انا كنت زيك كده بالظبط اول مرة جيت، كنت مرعوبة، بس بعد ما جربت الاستاف اللي هنا عرفت ليه اسمه السحر والجمال. ده بجد؟ السحر والجمال دي يا مريهان هي الجنة بالنسبة لأي واحد مضروب بالبودرة، أرخص سعر وحاجة ميزانها حلال وطب. مش أنا أول مرة قابلك النهاردة؟ أرجوك يا مريهان ثقي فيا، طب يا مريهان مادة عالية قوي هتخليكي حاسة إن أنت عايشة في الجنة. طب كنا نسكور من وسط البلد ولا أي مكان تاني بدل جو الأكشن اللي إحنا عايشين فيه ده. حقيقي بتقول لك وسط البلد. وسط البلد ده كنا هناخد الحاجة بضعف السعر، ويا ريتها تيجي على حالها. ده هتيجي إلا وميت إيدي اتمدت فيها، ده لو ما جاتش حاجة طفش من الأساس. بقول لك يا مريهان، احنا وصلنا وما ينفعش هنا عوق خالص. اهدي اهدي عشان احنا وصلنا. مساء الجمال يا عمنا. خير يا حبايب، ايش فيه؟ دولاب مرعي شمال اركن غاد. في واحد ورد اياك فتش عربية الاول. هو في ايه يا عمرو؟ ما تقلقيش، دي اجراءات امنيه بسيطه، كله تحت السيطره. نظاف ابعته. تعال معي. ثواني وجاي. انا خايفه قوي. ما تخافيش، خمس دقايق وهتلاقي عمرو راجع. موجود. اتفضل يا عم مرعي. لا ده احنا كده عايزين 1000 جنيه تاني. طب ثواني بس يا عم مريم، هاتي 1000 جنيه بسرعه. ليه؟ يلا خلصي بسرعه. يلا يا مريم امسك، انا ما اعرفش دول كام. اتفضل يا عم مريم. ماشي يا برنس. بقول لك ايه؟ ايه يا عم مريم؟ ايه رايك في كيس 10 جرام هديه مني ليك؟ وده ازاي ده يا عم مرعي؟ ابعت لي الموزه اللي معاك. ايه يا عم مرعي اللي انت بتقوله ده يا عم مرعي؟ وبعدين انت ترضى لي انا الكلام ده؟ عم مرعي دي قريبتي يا عم مرعي ومتجوزه وملهاش في السكه دي اصلا. اه معاك حق يا عمور. عم مرعي ما تزعلش ولا حاجه، انت كبرنا يعني وانت عارف غلاوتك يا عم مرعي. بقول لك يا برنس. قول يا عم مرعي. طريق السلام. سلام يا عم مرعي. مع السلامه. ابو عمار. ها يا عم مرعي. سلمهم الطريق واعمل معاهم الواجب. سلام يا حبايب. لا اله الا الله يا ابو عمار.
الحمد لله انت تحسنت كتير قوي عن الاول. ربنا يطمنك يا دكتور. احنا هنلغي الدواء اللي احنا ماشيين عليه وهكتب لك دواء جديد هيحسنك كتير قوي. هاي يا سناء، ايه الاخبار؟ المريض سامح عبد اللطيف. ماله؟ بره ومصر يقابل حضرتك. هو واخد ميعاد النهارده؟ لا يا دكتور، بس هو عايز حضرتك في مساله حياه او موت. حياه او موت؟ طب خليه يتفضل. حاضر يا دكتور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهدوا 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 يا جماعه عشان تكملي. ارمي البودره اللي معاكي بسرعه. انتي مجنونه، احنا اتبهدلنا لحد ما جبناها. انتي بعتي موبايلك عشان نجيب الضرب ده. ارمي هات البودره اللي معاكي يعني تقفش. بس اهدوا يا جماعه عشان داخلين على كمين. اتفضل هات دي. مساء الفل يا باشا. رخصة. ايه ضاعت ولا ايه؟ لا يا باشا الرخص موجودة، بس هتلاقيها وقعت هنا ولا دور هنا. دور. طب استأذنك بس يا باشا اقف على جنب. اخلص يالا احنا لسه هندور. ما هي معايا يا باشا، بس هتلاقيها واقعة بايقة. اخلص اركن على جنب. حاضر حاضر. اخلص حاضر. يا رب. خبر اسود، انا مش مصدقه اللي انا سامعاه بوداني. سبت ابنك رهن عند تاجر مخدرات عشان شمه؟ وانا كنت اعمل ايه بس يا دكتوره؟ ما انا لو ما خدتش الشمه كنت هموت، وانا كده كده مش هنفعه. وكنت خلفته ليه لما انت مش هتنفعه؟ روح يا شيخ، منك لله منك لله. ارجوك تساعديني يا دكتوره، ابوس ايدك تساعديني. لا تبوس ايدي ولا تبوس رجلي. انا مش هساعدك انت، انا هساعد الواد الغلبان اللي انت رميته رهن عند تاجر المخدرات ده. بس توعدني ان احنا لو رحنا جبناها هتطلع معايا بعد كده على المصح. اوعدك انا ممكن اعمل اي حاجه، بس المهم ابني يرجع لي. ولما انت مستعد تعمل كده ما عملتش كده من الاول ليه؟ غصب عني، والله غصب عني. تجري المخدرات ده في اني ده؟ في حته اسمها السحر والجمال. السحر والجمال؟ في اني مصيبه دي؟ قوم معايا، مفيش وقت نضيع. قوم معايا. مصدقه ان احنا عرفنا نخلع منهم. انا قلت احنا هنتمسك يا هنلبس في حاجه واحنا بنها. لا الحمد لله، ما هي جت سليمه اهي. المره الجايه بقى. المره الجايه ايه؟ انا مش جايه معاكم المره الجايه المكان ده. متهيألك انت عارفه لما تجربي للصفه دي انت اللي هتقولي يلا بينا نطلع يا عموره. وانت يا فالح البوليس خد نمره عربيتك. بيبي ما تقلقيش، انا مأمن نفسي. مأمن نفسك ازاي ان شاء الله؟ بس حوار رقم 2 وخليته رقم 1. وانت كمان لبست الموضوع لواحد ملوش ذنب؟ ده ايه الحنيه دي كلها؟ لا ده انا على كده بقى معايا ملكه العواطف الجياشه. بقول لك ايه يا بت، لو انت كنت عايزاني اتمسك ولا ايه؟ على فكره انا لو كنت اتمسكت كنت هبلغ عنك. ده كان يوم اسود ما عرفتك انتوا الاثنين. سلام. ايه
ماهر. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. انت جيت امتى؟ وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. وحشتيني قوي. كنت فين؟ كنت في ميلاد هند صاحبتي. دي احلى مفاجأة انت عملتها لي ان انت جيت. قافلة موبايلك ليه؟ اتسرق مني النهارده في البنزين. زينة، انت كنت عارفة انه هيتسرق عشان كده طلبت مني موبايل؟ وهو انا يعني كنت عارفة ان انت جاي النهارده؟ ما انت قايل لي انت هتيجي كمان اسبوع. كويس. كويس انا جيت عشان ما تقعديش من غير موبايل اسبوع. ده حليب عشان عايزك في اسبوع. اسبوع كبير جدا. وحشتني قوي. وانت كمان. هنا المكان مش كده؟ ايوه. مرعى شمال. رايحين لمرعى شمال. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. الفلوس يا طولب. حبيبي وانت هتروح فين يا بابا؟ انا مسافر حبيبي، هغيب يومين وارجع لك. يلا يلا بقى من هنا. يلا 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 حبيبي. يلا يلا بابا. يلا يلا من هنا بسرعه بقى. يلا ايه يا حبيبي بص لي كده ليه؟ استغربك شويه. انا؟ بالعكس انا مبسوطه جدا من وجودك. فرحان ان انت عرفت تاخد العشر ايام دول. باباك يكلمك؟ لا ولا هيتكلم. معقوله؟ معقوله بنت تهون عليه كده؟ فعلا الامبراطوريه اللي هو بيديرها ولا العدل اللي جاي من مراته الجديده. فرحان بيه قوي، بيجدد بيه شبابه. انت كنت عرفت منين؟ ايه نير، انت فاكرني بكلم بابا من وراك؟ مريم انا ما منعتكيش تكلميه. كلمي براحتك. انا عارف من وجهه نظره ان انا مش الراجل المناسب اللي اتجوز بنته. هو فاكرني طمعان في فلوسه. معذور ما يعرفنيش، بس ما اقدرش الومه. اي حد مليونير في مكانه هيفكر بنفس الطريقه. بابا لو شايفك زي ما انا شايفك هيعرف ان انت احسن راجل في الدنيا.
وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. وحشتيني اكتر. حسن جيت بدري يعني النهارده؟ وحشتيني. قلت اجي بدري لقيتك انت اللي اتاخرتي. وانت كمان وحشتني. بس اسكت، ده كان حته يوم النهارده. محدش قالك تشتغل الشغلانه المنيله دي. عندك حق، بس سبحان الله يا اخي الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه وهي في ايده. تعرف النهارده جالي واحد ساب ابنه رهن عند تاجر مخدرات عشان خاطر تذكره هيروين، ما يعرفش ان في ناس بتتمنى دوفر طفل. وبعدين بقى احنا هنرجع نفتح الموضوع ده تاني؟ يا حبيبتي يا حبيبتي انتي عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا كلها. بعدين احنا حاولنا نعمل كل حاجه بس ربنا ما قردش. الحمد لله على كل شيء. ها قولي لي بقى عملتي ايه مع الراجل؟ طبعا اديتي له الفلوس عشان يفك رهنيه ابنه. لا طبعا، هو انا عبيطه؟ انا لو كنت اديت له الفلوس كان راح شم وما رجعش ابنه. امال عملتي ايه؟ ما تردي عليا، قولي لي عملتي ايه؟ كنا عملت ايه يعني يا حسن؟ رحت معاه طبعا لتاجر المخدرات، اديت له الفلوس ورجعت الولد. رحت لتاجر المخدرات؟ ايوه يا حسن، ما هو ما كانش في حل تاني غير كده. رحت اديت له الفلوس واخدت الولد. وبعدين انت قلقان من ايه؟ ده ما كانش بعيد، ده طريق مصر اسماعيليه في منطقه اسمها سحر والجمال. لا 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 لا، انت كده اتجننتي رسمي. في ايه يا حسن؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ تعلي صوتي؟ ايه السذاجه اللي انت فيها دي؟ رحت لتاجر مخدرات؟ طب وايه المشكله؟ ما انا رجعت واقفه قدامك اهو، صخ سليم ما فيهاش حاجه. لا انت جننتي رسمي بقى. في ايه حسن بتزعق كده ليه؟ بزعق ايه يا شيخ؟ على طول بتصرفي بالسذاجه دي، في ايه؟ ايه رأف؟ بتعمل ايه؟ ايه؟ لا لا مفيش حاجة، انا كنت هنام بس حسيت ان انا مخنوق شوية فقلت اطلع في الهواء يعني. مخنوق؟ كده ما ينفعش يا ابني. اللي انت بتعمله ده في علم النفس اسمه مازوخية، يعني لذة تعذيب الذات. وانت لا اول واحد ولا اخر واحد انفصل عن خطيبته وجوز غيره. يا بابا حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص. أنا ما بقيتش أفكر في حاجة زي كده. بأمارة ما أنت قاعد تراقب فيها ليل نهار. أنا في حاجات عايز أفكرك بيها، أرجوك ما تنساهاش. أنت درست حقوق وأنا كنت عايزك تكمل معايا في مكتبي. رفضت ورحت درست ديكور وقلت ماشي، وفتحت لك مكتب ضخم جدا مش لأنك ابني، لأنك فعلا مهندس موهوب. كمل بقى. كمل. انت مكتبك ده كان مفروض يبقى من اكبر مكاتب الديكور في مصر. سيبك بقى من الحب العجيب اللي عمال يدمر فيك ده. بابا انت ليه مصر يعني؟ مصر ايه وزفت ايه؟ اسمع يا ابني، الاسبوع الجاي انا هنزل اعلان اعرض الفيلا دي للبيع ونروح نعيش في اي داهيه. ما هي طول ما هي قدامك عمرك ما هتنساها ابدا، وانا ما عنديش استعداد اشوف ابني بيضيع قدامي وانا مش قادر اعمل حاجه. بابا ارجوك. ارجوك ايه وزفت ايه؟ الموضوع انتهى، كلام خلص، الحكاية زادت عن حدها، وأنا لازم ألاقي حل للموضوع ده. يا ابني روح مكتبك، ابدع، اشتغل، فكر، وخلص الشغل المتلتل على دماغك ده. بعدين يعني أنا مش عايزك تعيش راهب، بالعكس أنا عايزك تستمتع بحياتك، بس ما تنساش شغلك ونجاحك. حكاية الحب والجواز دي سيبها على الله،
سيبه هو يختار لك. وفجأة يا ابني هتلاقي صاحبة النصيب قدامك. Out of the blue زي ما الإنجليز بيقولوا. ما ينفعش خالص يبقى مجنون ليلى ومجنون راجل. ما ينفعش. يا حبيبي. ايوه بقى انا صحيت من بدري بعمل الفطار عشان هو ده خارجه. فين الفطار؟ ماشي يا عيشه هكلمك بعد شويه. هو انت ما بتعمليش حاجه في حياتك غير انك بتكلمي عيشه دي؟ حتى صاحبتي الوحيده هتقر عليها. طب يلا بسرعه عشان مستعجله. واحده طويله شحطه زيك مش عارفه تدخل المطبخ تعمل الفطار لنفسها. بقول لك ايه، انا مش فاضيه للكلام ده الصبح خالص. كلمت اختك؟ هو انت كل ما تشوفي وشي تقولي لي كلمت اختك؟ ايوه كلمتها مرتين وما ردتش كالعاده. خص عليك يا راجل، انت على طول قلقاني كده عليكي. بيك يا دكتورة، الدار كلها نورت. ميرسي، ربنا يخليك. اتفضلي. ازيكم يا اولاد؟ الدكتورة راجية جت يا اولاد، يلا قوموا سلموا عليها. يا اولاد وحشتوني، عاملين ايه؟ انا جبت لكم شوية حاجات بقى يا رب تعجبكم. يلا تعالوا نفتح عينا على الترابيزة. يلا 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 عشان كلنا نلعب مع بعض. يلا. ايوه. راجية راجية رائف، ايه الاخبار؟ تمام. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا تمام كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. مفيش فايده فيك برضو، لسه فاكره عيد ميلادي؟ طبعا. هو انا اقدر انسى عيد ميلادك؟ بس مش معقول كل سنة هتكلف نفسك وتجيب لي هدية وانت عارف الرد. انا مش فاهم هي فيها ايه يعني لما تاخدي مني الهدية؟ جرى ايه؟ ما فيهاش حاجة خالص. اللي جرى ان انا ست متجوزة، واي ست متجوزة ومحترمة مش ممكن هتقبل هدية من راجل كان في يوم من الايام خطيب. يا ستي احنا اصدقاء وفي شارع واحد وجيران، ما فيهاش حاجة لما تقبليها مني على اني صديق. طب انا هسألك سؤال ولو جبتني عليه بصراحة هقبل الهدية. هجاوبك بصراحة طبعا، وانا من امتى كدبت عليكي؟ انت فعلا بتعتبرني صديقتك؟ سكت لي. شفت بقى؟ شفت انه ما ينفعش ان احنا نفضل اصدقاء واقبل منك الهدية؟ عشان كده عشان خاطري انسى كل حاجة عشان ما تتعبش نفسك وتتعبني معايا. باي باي يا رائف.
ازيك يا شريف؟ الله يسلمك يا دكتور. الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله كلنا كويسين يا دكتورة. تعالي معايا، عايزه اديكي حاجات تروح اللندن. حاضر من عينيا. كيس اللاندري عندك جوه، خديه وديه دراي كلين. حاضر يا دكتوره.